الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتي بروغرام حتن ملسن او انا نقزلزلنا حاداي كابتحتوتات كم زبل ما هي مراتب مراتب الدين انت ايتي درجاتات نايدين دين الاسلام درجاتات اللو موت الدرجات ايونوتين ثلاث مراتب مراتب نايدين ثلاثه درجاتات يو الاسلام والايمان والاحسان

تي إسلام كتب الكلخة بقدامه ودس رحمة التي كمتن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقام الصلاة يتاع الزكاة زب بقدامه ودس رحمة والإيمان دماني نايوشت أو مالتيو إذن انتايب العلماء مالتي كلتين بحان سبع قوانين كالإسلام والإيمان الكنتر إسلام مالت تي أعمال الظاهر كون كله الإيمان دماني أعمال الباطن مالتيو الإسلام تيول كاقن الإيمان ونابواتي له الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان دماني اتزلا عليه مرتبة لعلو خلو دسرعي مالتيو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لك بيقين مالت رب سبحانه وتعالى كم تريو زلخ أخوين كعبادات قبر له مالا سحاكو لتزير أخيو ربيري أن الليل أبزد زخت هذا درجة الإحسان ما معنى الإسلام؟ إسلام أنت دعينا خي أنت ما لتيو أنت دعينا معناه الاستسلام لله بالتوحيد إسلام من دحر دعيلك أن الله سبحانه وتعالى نبحث يزم الله إلك تستسلم إدكاته مالتيو وي تستسلم لله بالتوحيد نسوت راح بحق كم الله خزلو حد قويتا سماين مريت انزفت ارا قال اي يبولون سالسا يبولون نعوت راح يزقبو الكا امين كان عود رح كتم الله هذا هو الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة كمدماني حري الكا نرب سبحانه وتعالى كتم ازازن كالخا والبراءة من الشرك واهله كمدماني كابتوم وي ካብ ሽርክን ዝገብሩን ከምኡ ድማ ካብቲ بريكتكون كتكون لغو كتكون روحك كتكون كل إذن نرب سبحانه وتعالى نبحث كتجزون نتت زازات كتفت سم كل خان نتشر كخت قال شركي خا كمود ما شركة أوتي إسلام دبهال ولذلك ربنا عز وجل أب سورة النساء ما بل ميت عسلا تيلو ومن أحسن دينا من الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إمام السعد تايبل لا أحد أحسن من دين من جمع الإخلاص وأيضا واتبع شريعة الله التي أرسل التي أرسل بها رسوله مالت كابزين العلي زبلت <applause> حتى حزانة هاي ما نتوي دبلت هاي كابتي إخلاص لله اللي دسرحن كمود ما النبي صلى الله عليه وسلم نترس لازم الأخوة من قد زقتلن كابزن إلى علي زبلت إلا إذن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إذن الإسلام مالت الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله إلنا إيه ازيتي معنى ان الاسلام نبل مالتي تحستوناي لومي ابزن ود ابكالي تحسن حساب الرَّخَبِ وصلى الله وسلم على نبينا محمد